يشكل مركز أمنوغار للتكوين والإدماج المهني الواقع بإقليم ورزتات مثالاً لبنية اجتماعية لتأهيل وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة. وتجسد هذه البنية الاجتماعية التي تتمتع بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية العمل الذي يتم القيام به على مستوى إقليم ورزازات من أجل إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الظروف المناسبة لتأهيلهم. بدأت تكوين في هذا المركز هذا سنة 2005 وفي عدة شعب ديال التكوين المهني منها النجارة الفنية والخياطة والطرز والحلي لابيجوتري والفلاحة وتربية المواشي ومؤخرا فن الطبخ. الطاقة الاستيعابية ديال المؤسسة هي 40 مستفيد كل سنة كيستافدوا هاد الاستاجر وهاد المتدربين من مدة ديال التكوين خلال سنتين كيتم خلالها يعني تلقينهم عدة مبادئ على الشعب اللي كيختارها المتدرب. ويوفر المركز تكفلا مهنيا شاملا للمستفيدين مع تأطير ومواكبة خاصة لأسر هؤلاء الأشخاص عبر إنشاء مركز لإيوائهم أثناء زيارة أبنائهم. كما يؤمن المركز لهذه الأسر الاستشارات والدعم الملائمين وينظم أنشطة ترفيهية موازية بهدف المساهمة في الانفتاح والإدماج الاجتماعي.